مستمرين معاك كابتن هيثم، كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، مصر محمد ضماطي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ببارك لك على البطوله الرابعه بالنسبه لانسات الكره الطايره، زي ما بنقول دوري افريقيا، بطوله عربيه، بطوله كاس مصر، ولسه منتظرين كمان يا محمد بيه. الحمد لله كده الفريق قفل اللعبه زي ما بيقولوا، فالحمد لله المكسب النهارده، ونتمنى باذن الله الموسم الجاي نفس الانتصارات باذن الله. صوره كانت رائعه جدا المهندس محمد ضماطي، المهندس محمد الجرحي، كابتن مهند والعامري فاروق، حاجه كانت رائعه جدا بتلخص كلمه واحده، مجلس اداره بروح الفانيلا الحمراء. انت عارف انا قصدي على اني صوره طبعا امبارح على السوشيال ميديا كلها، ده طبيعتنا احنا مشجعين للنادي الاهلي قبل اي حاجه، انا شخصيا مشجع للنادي الاهلي قبل ما عضو في جمعيه العموميه، واحنا عمرنا ما يعني اي ماتش للنادي الاهلي دايما بنبقى على اعصابنا. امبارح كان ماتش صعب مش سهل، وبطوله على ملعبنا، الصلاة على الآخر، فالحمد لله كان يوم جميل. الدعم المتميز والرائع والمستمر من مجلس الإدارة للألعاب الشهيدة اللي مش هتبقى شهيدة خلال الفترة القادمة زي ما أنت قلت يا محمد بيه. مفيش شهيدة بقى، ده احنا هو روعة في كل حاجة بإذن الله. عندنا الأربع، عندنا كأس مصر للفولي الأسبوع ده بإذن الله قبل نهائي مع الزمالك، ربنا يوفقنا. لو ربنا وفقنا الأربع الفاينل، خميس سوبر اليد، بعدين بطولة أفريقيا في الهاندبول، عندنا دورة مجمعة تانية في الهاندبول، ويبقى كده الموسم ربنا يوفق يعني في البطولات دي، يبقى الموسم بالنسبة لنا متميز بإذن الله. رسالتك إيه لكل أبطالنا الرجال والسيدات؟ عندنا لسه الفترة اللي جاية يعني مزيد من البطولات، وعايزين نتكلم كمان في بطولة الهاندبول وموضوع التذاكر ده يا محمد بيه. الرسالة إن يكملوا على اللي هم عليه، إحنا ماشيين كويس، إن شاء الله نكمل على كده، مش عايزين نسيب بطولة، هي دي أهم حاجة، ونخاطر على كل بطولة عشان إحنا ده النادي الأهلي، لازم كل بطولة ينافس على المركز الأول ويفوز بالمركز الأول، بس منافسة، فإن شاء الله خير يعني. ربنا يخليك، شكرا.